ومهم إن الديمقراطيات هذي إنه هذي إنه قفي عاد كل سنة ترى ذا البرلمان كو أيس بدشوا وبرلمان كلا فروه وبيلها واحد تبان يأودن أي سيد الديمقراطية كهلان حق إليه يتحجرين سأدر هذا واحد كبل قال يا هدي أن نجو أنو ما ملك نمانه إن أنا كتر تمين الديمقراطية داسيا وقدر بينه مركز سكما شرح يمانكم حزب الكلام من غرينا وحن ربنا إن نسمينه ديمقراطية كل سن قفي عد يحزاب بدن لكن كو وافقسن دستور كبنتلان لغو كسليسن إسلا أقل كدات كينا صدح أحمد transparent mid loo dhayay mid aan musumaasuq ku jirin waxaan sameyn doonaa marka dimuqraadiyadu dariiqna waa leedahay loo maro ahdaafna waa leedahay dariiqa loo maro waxa kamid ah in ay jiraan sharci iyo constitution ka raacdo in dadka meesha degan ay raali isaga yihiin inaysan colaad keenin in وجروا قد مدح بنان أو معمولة أرنتاس أو يصير حكومة دو معمولة دستور كبنتران باقبة دستور هذا ديمقراطية هردن باقبة ديمقراطية دا سوى إني سكتا إن أود إسكو بدش سنة بتجليا إن دتك رالي سجاي هاي إن إيسان أقدر إن بيشل تجوا إيسان علاد دليني هدي إيسان تاس ساس سمينين ديمقراطية ماها وحنو سمين دونا حيراركا محالي هذا تراكوبكا حيراركا ريجستريشن كا اما ديوانجلينتا حيراركا قفكا ايا خدين كرا بنتلان حيراركا حزبيادا حزبيادو سي اي ديمقراطية اجبت حزبيادو وانا ديمقراطية هذا وإني دتكو صوت دورتان دتك دور حزب كمي ذا وإني يو حزبك مدحدي سا يو فسرس كيسا صوت دورتان وقد دنبين سنة الديمقراطية دو وإني دتك جارسي سا مامل وناك الديمقراطية دا إيادا السدادة ومتشعرين إيادو ميرا إنو نقول ميسعون ميمو إيادو وحين جارسي نيسا إن أينو دتكينو هرو مرقارو ومامل وناكرو هدي سن مامل وناك إن جارسين ديمقراطية ما سيتالو لو غارو waxaa loo baahanayaa dastuurka Puntlandina oo ku jirta in dastuurka naftiisa wax laga bedelo dib habeyn loo sameeyo khas waa muhiim in dimuqraadiyad hadayno aadeyno iyo qofii cod ku dhisan tirada baarlamaanku ay isbedesho oo baarlamaanka la furo oo beelaha wax tabanaya oo dhan ay si dimuqraadi ah ku helaan حق إليه يتحقرين سيدو كالي كالينتا هاوينكا لغسوغا محالي هذا دستوركا وانا سوين كالا من دادك الكرة أحسنو مدن علي مرويين ديمقراطية دا إيا ما بالولاقو إيا هرو مركا ومدو وإسكو حرينيه وإنا نكالا بينا وحاجرة waxa laga bartay taariikhda ummadaha inaga ina la mid ah markay rabaan inay dimuqraadiyad aadaan waxa loo baahdo waxa ka mid ah qodobka ugu weyn ummadaha inaga camala oo aan dimuqraadiyad muddo arkin oo ka soo daalay dictatorship dowladmadooda ka duduntay in salaha ugu fiican la bartay lessons learned by the best practices waxa weeyaan xukuumadda iyadu markaa joogta وأنا سان قيب كان نقول دور الشراس هدي كلو قيب كتا يدن كلا يضحي وين مسلم سوق يسا ديمقراطية سيدا كدا عديتي هذا سوداي هذا كلاتو حكومة دا يا ما مرانيس سيدا هذا واحد كبر لنقال يا هدي أن نجو أن ما ملك نمانه إن أنا كتر تمين ديمقراطية دا سيان وقدر بينه مركز سكما شرح يمانكم حزب الكلام من غرينا إذن كدت كرير بنتلان بانو ديرينا إن حزبية السميستان يغو مرأي دستور
dadku isku raacay isku ogol yahay oo la bedelay la hagaajiyay ama amendment lagu sameeyay iyada xisbiyadeeda leh dadka ayaa xisbiyada istiqaalkooda u dooranaya hay-ad madax bannaan oo idinku aad doorateen oo idinku aad ku kalsoontihiin ayaana maamuli doonta oo xisbiyada u siman uu ku jiro kan xukuumaddu marka barnaamijka iyaga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda iyo mashaariicda aanu culayska saari doono intaas ayaan uga baxayaa